بتحضر لأول مسرحية استعراضية غنائية وهي قمر الغجر، وهيشاركها في البطولة طارق صبري، والمسرحية من كتابة وإخراج عمرو دوارة والمأخوذة عن مسرحية قمر بنت الغجر للكاتب محمود مكي. أنا وقفت على المسرح 3 مرات قبل كده بس من أكتر من 20 سنة، عشقي لكن ما كنتش شايفة أنه التوقيت مناسب غير المرة دي. أولاً لأني حاسة أن الحركة الفنية المسرحية محتاجة أنها تاخد بوش أو دفعة شوية. الفن بيرتقي بالشعوب، فإحنا لما نعمل حاجات بالذات على مسارح الدولة الأفكار بترتقي، الناس بترتقي، كل الحياة بتختلف.